السالفة بدت من يوم ما بثت مؤسسة دبي للإعلام إعلام برنامج نجم الخليج. أنا المتسابق كوتي عبد السلام سمبوسة من كيريلا، مواليد كاليكوت، عمر ملانا 30 سنة. سيمو سلامي، سيمو كلامي أوي 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 أوي. خلاص وقف، شكراً. وكذلك المؤسسة ما قصرت، طرشت الفنان عبد الله الرويشد بعد تعرضه لإصابات ورضوض في مرحلة التصفيات للعلاج لمنطقة المنخول عند المعالج موسى كالمهمة عشان يمسحه ويشل العصبة. ورحبوا معاي بعضوي لجنة التحكيم الجديدين اللي انضموا لنا، الفنان بوسليمون. ورحبوا معاي بعضو لجنة التحكيم الآخر عتوقة. والآن مع المتسابقين اللي تأهلوا للتصفيات النهائية، أول متسابقة عفاري. أداء طفولي وحلو يا عفاري، وأتوقع لك أداء أفضل في المستقبل بعد ما توصل حبالك الصوتية لسن النضوج. أنا أتفق مع زميل مهنتي الفنان فايز أن حبالك الصوتية بعدها ما بلغت سن النضوج، ولذلك أنصحك تحطين سماد، ويفضل أن يكون مال الغنم تحت بلاعيمك كل ليلة قبل ما تنامين لمدة شهرين عشان تنضج الحبال بسرعة. الله يوفقك. والله رجعتينا لأيام الزمن الجميل يا عفاري، ذكرتيني بأغنية كوكو واوا كوكو واوا كوكو واوا كوكو. إذن سمعنا صوت عفاري، ولترشيح المتسابقة الأولى يرجى إرسال رسالة SMS على الأرقام الظاهرة على الشاشة. الأغنية التالية مشاهدينا الكرام دويتو بين بو عنبر وسبتو. بسجان نشافك انت نسى وش تعني جنحان. انا تراني طيرك اللي يحبك موت، لو حب قلبي غيرك يا ابو عمر بدعي عليه يموت، بدعي عليه يموت. صوت افتقدناه من زمان،
صوت خلاطات الأسمنت والحفريات اللي كانت في فريقنا زمان. الله 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 سبتو، صوتك هذا سوانا مشكلة. هذا الشاعر علي الخوار متصل ويهدد إنه بيقاضيك لأن تجردتي قصيدته من الأحاسيس اللي كانت فيها. وهذا حسين الجسمي بعد متصل ومعصب. زين شي يا حسين، هد أعصابك، خلاص وقفناها الأغنية. يا حسين هد، يا حسين اسمعني اسمعني بس، لا تعصب. انزين 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 زين، شو رأيك أعزمك على كوفي شوب ونحل المسألة بطريقة ودية وفي هدوء وعلى ضوء الشموع؟ يا حسين يا حسين. للتصويت للمتسابقة سبتو يرجى إرسال رسالة SMS على الرقم الظاهر على الشاشة. هالملعون صوته حلو، شكله هو اللي بيفوز بالجائزة، لكن منو يقول؟ على جثتي. بابا دحيم الحين دورك حبيبي، بس قبل لا تصير اشرب هذا الزعتر وزنجبيل وميسون وبابونج، اشرب لقمتين منه والباقي سوي غرغرة، صوتك بيستوي حلو نفس راشد الماجد. والله انك شنب، شكرا يا مدير. اشرب اشرب، بشوفك دحين كيف بتغني يا مدير. لا لا بصوتك العذب يا شنب. مشاهدينا في كل مكان، صفقوا معاي للمتسابق القادم دحيم. في منتهى الرقة، في منتهى الذوق، حبيبتي في كل حاجة عجيبة. إذا بغت تعرف تخليني أموت، وإذا بغت تجيب راسي تجيبه. في منتهى الرقة، في منتهى الذوق، حبيبتي في كل حاجة عجيبة. إذا بغت تعرف تخليني أموت، وإذا بغت تجيب راسي تجيبة. في منتهى الرقة، في منتهى الذوق. جومبي، إذا تبغى تضمن الفوز أحسن لك تشارك بالموهبتين اللي عندك. موهبتين؟ أي موهبتين؟ موهبة الغناء وموهبة العزف. أي عزف؟ أوه تقصد الهبان. أتصدق نسيت أني أنا بيتهوفن الهبان؟ تصدق من كثر الارتباك في ريولي نسيت؟ لكن المشكلة الحين بيطلع اسمي وما عندي وقت أنفخ هواء. أف عليك يا شنبيه، روح تألق ولا تشيل أي هم، وأنا أنفخ لك الهبان يا سيدي. أنفخها بس 35 ما بأكثرها، ترى الحين جو حار. وأخيراً مشاهدين الكرام، رحبوا معاي بعضوي لجنة التحكيم الأصليين، الفنان عبد الله الرويشد والفنانة يارا. وشو معاي عضوي لجنة التحكيم قوم بعبود عتوقة وبسليمان. يلا 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 قدامي، يلا يلا برا، لا برا ما تعرفون رقاقيل انتو. 15 سنة انا عضو بلجنة التحكيم بنطاح السيران، تقولوا عني بو عبود. اللي ما يعرف السقر شوي بقى شوي. ما علي يا سعود، أنا براويك إن ما حطيت لك بطاط في قزوز موتارك لا تسميني عتوقة. عادي عادي، ما
دائما المبدعين يحاربونهم. لا ترمى الا الشجر اللي فيها الكنار. تشيك تشيك وان تشيك 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 وان. الو اي مومدوما جاي دمكون جاي غلابي سرم دردكون. اي مومدوما جاي دمكون جاي غلابي سرم دردكون. البادي أظلم. أنا عرفت إن أنت ورا هالموضوع. تعرف لي الهبان غازل هاليوم؟ حسبي الله عليك لو راح داخل رئتين مالي وياني الربع منو مسؤول؟ اسمعوني يا أعضاء لجنة التحكيم الموكرين، صار في غش وتلاعب في الموضوع. هالملعون عبى الهبان مالي غازل هاليوم وغير صوتي. خلوني أقدم فكرة مالي مرة ثانية. خلاص يا شنبه، لجنة التحكيم اعتمدت النتائج وهي نهائية. بس هذا الظلم بابا ما بزين عليكم. خلوني أعيد الفكرة مالي مرة ثانية. لا خلاص راحت عليك يا صاحبي، لو سمحت ايلس ورا قبل ما أزقر لك الأمن. يعني ما بتخلوني أعيد؟ لا عبدالله أحذرنا قول كلمة خير. يارا بابا سوي لي واسطة. يعني ما بتخليني أعيد؟ لا. وتهددني بتزقر لي الأمن؟ نعم. انزين أنا براويكم. لا 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 يا شمبيت لا تهور، لا بينفجر بينفجر بينفجر. وهي السالفة كلها وشنبه الجبان ما ندري وين شرد. بشوفكم الحين كيف بتزخوني، بتيودوني في المشمش والشمام بابا. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. بابا I say I am sorry. خلاص بابا صابونا ماريلي يطلع من صوت. حرام عليك انت قلبك ما في رحمة. ايشي بعد ما قتيده. Shut your mouth, terrorist! Terrorist book! I am terrorist. I am terrorist. I am terrorist.